اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قضايا واحداث. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا هنتناقش فيها حول قضايا كتير، بس قبل ما نبدا حلقتنا النهارده معانا تقرير من داخل المملكه العربيه السعوديه مع زميلتي الاعلاميه دينا حمدي. تعالوا بينا نشوف التقرير ونشوف اخر التطورات في المملكه العربيه السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من داخل المسجد الحرام معاكم المذيعه دينا حمدي من برنامج قضايا واحداث. المخرج المحترم اكرم دره، الاعلامي المتميز الاستاذ مصطفى عبد الله، فريق العمل كله المتميز الاعلاميه الاستاذه لطيفه دمير، الاستاذه سماح، الاستاذه حنان، كل مديرين التصوير المحترمين اللي ذكرت اسمهم واللي لم اذكر اسمهم، كل الفريق ربنا يسعدكم ويكرمكم من داخل المسجد الحرام. طبعا بطمنكم الاجراءات الاحترازيه، الجوانتيات طبعا كلنا لابسين الكمامات، كل او اللي بيقدر ان هو يجيب المصليه معاه بيجيبها، في تطهير ونظافه كل الاماكن وكل مكان موجود في المسجد الحرام داخله وخارجه بيتم تعقيمه وتنظيفه بصوره يعني شامله وقويه جدا جدا جدا. العمره باذن الله ان شاء الله اصدر قرار مؤخرا ان الفتره القادمه العمره هتقتصر فقط على سن من 18 عام حتى 50 عام، وهذا للاجراءات الاحترازيه ضد فيروس كورونا وبسبب عدم انتشاره او الحد من انتشار هذا الفيروس. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وزي ما شفنا في التقرير دي كانت اخر التطورات للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المملكه العربيه السعوديه. ودلوقتي هنبدا حلقتنا، بس قبل ما ابدا حلقتي برحب بضيفنا اللي موجود معانا في الحلقه، الاستاذ عماد ابو العلا، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله. اهلا بيك يا استاذ عماد. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. الله يبارك. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن مشكله لحد دلوقتي مش عارفين لها حل. قضايا بنتكلم فيها، كل الناس دلوقتي بقت مستغربه الموضوع، لحد امتى هنفضل بهذا الوضع؟ أطفال طالعة تاكل عيش بتدور على أكلة عيشها، واقفة إن هي بتساند أهليها في ظاهرة دلوقتي انتشرت. بقوا دلوقتي من السهل جدا عشان ياخد توك توك شخص عشان ياخد توك توك ويبيعه بألف جنيه أو يبيعه بألفين جنيه أو 500 جنيه، يقرر إن هو ينهي حياة بني آدم. قبل ما نتكلم في التفاصيل تعالوا بينا نشوف التقرير ونرجع معاكم تاني. ورجعنا لكم تاني، هنشوف التقرير بعد دقايق، بس هنتكلم في نقطة مهمة جدا قبل ما نرجع للتقرير. ومعانا الأستاذ عماد المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أستاذ عماد لو سمحت، ممكن حضرتك زي ما شفت في التقرير وزي ما شفنا في دلوقتي بقت قدام الناس كلها وبقت ظاهرة بتتكرر كتير، ظاهرة القتل، إن بقى كل واحد دلوقتي أي مجرم بسبب تعاطي المخدرات، بسبب إن هو مش بيدور على أي فلوس يجيبها بأي طريقة، بقى عندنا دلوقتي يفكر إن هو
ينهي حياة بني آدم عشان مبلغ زهيد من المال. الظاهرة دي احنا شفناها كتير، وزي ما شفنا الموضوع باختصار ان هم تلات أطفال أو تلات شباب لسه في بداية عمرهم، ما دخلوش دنيا، لسه يتراوح عمرهم من 16 و17 سنة و18 سنة، فقررت تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد ان هم ينهوا حياتهم. بيستدرجوهم، شاب بيركب معاه التوك توك لما بيلاقي جسمه ضعيف او صغير في السن، بيغريب المال، يركب معاه التوك توك ويقول له تعالى بينا وصلني لحد البلد الفلانيه، وهو ماشي في الطريق بيركب معاه يقول له هركب صديق ليا معايا في الطريق، وبيركبه. اول ما بيركب زميله الثاني بيقوم مهددينه بالسلاح وياخدوه لمكان بيكون صديق التالت بتاعهم مستنيهم هناك، فبيقرروا ينهوا حياته وياخدوه ينقلوه من البلد اللي هو فيها لبلد ثانيه عشان يضيعوا معالم الجريمه. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ وهل القضيه دي تندرج تحت بند القتل عمد او عقوبه الجناه دي، او ايه الحل من وجهه راي حضرتك في الموضوع ده بشكل عام؟ والله يا استاذ مصطفى، هي في البدايه الجرائم المنتشره كثيرا في الاونه الاخيره بتبدا من البيت، بتبدا من الاسره في التربيه، وتبدا من اصحابه مين، ما بيسالوش اصحابه مين او اصدقائه مين، التربيه نشاها شكلها ايه، لحد ما بيندرج الطفل او بيندرج الاشخاص لارتكاب هذه الجرائم لاجل بعض من الفلوس او المخدرات بتدفعهم لكده. ونص المشرع الجنائي في قانون الجنائي، النص صريح وواضح في المساله ديت، نص واضح وصريح في المساله ديت من ناحيه التربيه في النشء والاولاد من البدايه من الاسره المصريه، وما بيسالوش عن دي اصدقائه مين، بيمشي مع مين، بيسيبوه لحد ما بتصل الى الوضع اللي احنا بنشوفه دلوقتي، ومحازن ومآسي تيتيم الاطفال والتشرد والوصول الى الطريقه ديت من الوضع من الجريمه اللي بصراحه تقشعر لها الابدان. طيب بس في ظل الظروف اللي احنا فيها والناس دلوقتي بتجري على اكل عيشها وعلى لقمه عيشها، لما يكون شاب زي ده او طفل زي ده بيساعد ابوه، يعني ملتزم، شاب محترم بيدور على اكل عيشه وما مشيش في السكه بتاعه المخدرات والادمان، او ان هو يقعد على النواصي او يقعد على القهاوي ويسيب والده بيجري لوحده على لقمه العيش، فقرر ان هو يساعده، ليه يكون عقاب؟ ليه يكون نهايه حياته كده؟ وليه بالشكل ده ان يكون المنظر البشع؟ ولازم يكون في حاجه حل رادع، ان الناس دي تخاف، ان الناس دي زي ما قلت في الحلقه اللي قبل كده واللي قبلها، ان المفترض يعني يبقى في تشريح في القانون ان زي ما بيعرضوا الجريمه على واقع التواصل الاجتماعي لازم يكون في برضه يعرضوا العقاب، لان الناس دلوقتي بقى بقتش عارفه دلوقتي، كلهم بيسمعوا ان في شاب خطف شاب وقتله وخد التوك توك، خد الموتوسيكل، خد منه مبلغ من المال، بس ما بيعرفوش ايه اللي حصل فيه. هل يا ترى ده اتحكم عليه بالاعدام؟ هل يا ترى طلع براءه؟ هل يا ترى خد كام سنه؟ فالموضوع ده بيخلي الناس لا مبالاه عندها، موضوع الجريمه ده ما بيحدوش. فايه يعني نعمل ايه عشان الناس دي يكون عندها تبطل تعمل الجرائم دي او تتعظ من جريمه حصلت قبل كده؟ والله يا استاذ مصطفى، هو موضوع الحلقه موضوع التكاتك في مصر بصراحه يعني بقى يستخدم بطريقه يعني بطريقه مستفزه في ارتكاب الجرائم. اصطحاب توك توك بسيط بيهوب عايز اروح مشوار، بيركب معاه بيجيب صاحبه، بيقوم هوب ضاربينه وعاملينه هوب، يعني بيقوموا داخلين في وضع التفكير نفسه بينشط، بيبدا ان هو بيسهلوا الموضوع، ان هو يبسط له موضوع الخطف والكلام ده كله. وليس لحد الان يوجد تشريع مقنن بالنسبه للتكاتك، بالنسبه للتكاتك في 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 بلدنا بتستخدم فعلا بطريقه كبيره جدا موضوع التيك توك. طيب من غير قطع كلامك استاذ عماد، هنرجع نشوف التقرير ونرجع تاني. ماشي يا مندم. حضرتك ابني لقيته بتاع 3 ايام ادور عليه، اخر ما زهقت لفيت المراكز كلها، رحت مركز الرغاب، رحت مركز زفته، رحت الشرقيه، رحت درب لي، دورت على ابني مش لاقيه. بعدها ب3 ايام كان اصبح يوم الاربعاء قال لك ابنك لا الاف مستشفى هيتاجر.
رحت هناك لقيته ميت. رحت هناك لقيته ميت. انا بقوم من النوم اصحى ادور على ابني ما لاقيهوش، اعمل ايه؟ قاطع في قلب، حرام دي ولا حلال؟ يرضى مين دي يا رب؟ يرضى مين؟ ما يرضاش حد. ابني نور عيني يا رب، كل اللي له شاب ويترمى في ضيقه زي اللي عمل في ابني تعمله فيا، والقضاء يقف معانا وياخد حقنا عشان كل شاب متعرض لكده. يا رب زي ما عملوا في ابني يتعمل فيهم، الضباط يشكروا والعساكر، الاصغر واحد الاكبر واحد، وافرحنا وقال قبل ما تاخدوا عزاكو حق ابنكم هيجيلكم، وفعلا جابوهم. وانا عاوزه زي ما عملوا في ابني وبهدلوه يتبهدلوا ويشنقوا في ميدان عام. انت حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. دلوقتي هو عيل ووالده غلبان شغال يوم بيوم بدراعه، واللي له عيلان دلوقتي بيساعدوه، وهو طالع كان طالع على التوك توك بيساعد ابوه. ايه دلوقتي يرضي ربنا ان هم الشباب دول ياخدوهم ويموتوهم وياخدوا الاكل عيشهم؟ طب ينفع؟ احنا يا وزير العدل عايزين القصاص. احنا عايزين القصاص العادل، عايزين القصاص العادل. كل الدنيا بتحبه، كل الناس بتحبه. سمير كان يتحب من كل الناس، وكان احلى واحد واحسن واحد. ليه يعملوا في كده؟ ليه يعملوا في كده؟ ليه يحرقوا قلبنا عليه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. سمير جاري وزي ابني، وطالع ياكل لقمه عيش زي ما الناس المحترمه بتاكل لقمه عيش من الحلال، وساعد ابوه الغلبان. ابوه راجل مبيض محاره، لا في ايده ولا في رجله، طالع يجيب 10 جنيه 20 جنيه 30 جنيه يساعد ابوه. يعني انا مش عارف باي مقياس. اللي عايز فلوس ما خدش فلوس ليه؟ اللي عايز التوك توك ما خدش التوك توك. ليه الارواح تزهق؟ ليه الارواح؟ ليه الارواح؟ ليه يا اخوانا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والله احنا محتاجين للقصاص، لازم يكونوا عبره، لازم يكونوا عظه. سمير كان بيروح مع ابوه الشغل واخواته وقرايبه، وكان بيبقى معايا انا باجي من شغلي، هو بيطلع يشتغل ساعتين بتابعه بالتليفون، بيتصل عليا عايز اكل عايز حاجه بيجيب لي اكل وهو جاي. يعني كان كويس، ما كانش لعبي ولا كان وحش ولا كان اي حاجه. اولا انا بشكر كل من واقف جنبنا، رئيس المباحث بتاع متغامر، رئيس مباحث اتميدة، لان هم فعلا عملوا مجهود جامد جدا جدا عشان يعثروا على سمير بن اخوتي. سمير دون كان شاب 17 سنه لسه في ثالثه تجاره، ما عملش اي حاجه. مجاش اول مره يركب توك توك، اول مره يركب توك توك، واحنا على عمات وابوه مكسور، واحد انا خرج مجاش قتلوه، بقى لنا 5 سنين ندور عليه ما لقيناهوش. يا قلب امه يتعدموا زي ما عدموه، زي ما ذبحوهم يذبحوا زي ما ذبحوهم، يذبحوا زي ما ذبحوا عيل. حسب الله ونعم الوكيل. ده ابوه غلبان، ابوه غلبان وطالع يجيب مصروفه. هو يا قلب اللي كان بيجري عليه، هو اللي كان بيجري عليهم يا قلب، طالع يجيب مصروفه. واول مره يركب توك توك، اول مره يركب توك توك. احنا عايزين العدل، عايزين العدل، عايزين ناخد حقنا. واغلب مستوى منهم لله، حسب الله ونعم الوكيل. يتحرق قلب اهلهم عليهم زي ما احرق قلبنا عليه. اغلب ابوه ربنا ما يكسب، ربنا ما يكسب. جريمه هزت متغام. كانت معكم منار عبد العظيم، قضايا واحداث. وزي ما شفنا في التقرير، دي كانت حالتين اتنين من الثلاث شباب اللي كانت في القضيه. الحاله الثالثه لصعوبه تواصل، او اهلها ما كانتش لسه اندفن، كان لسه في المستشفى، فما قدرناش من قصرة قلب اهاليه ومن اللي احنا فيه احنا نفسنا ما قدرناش ان احنا نصور الوضع اللي شايفينه. فياريت ان احنا نحاول نعمل اي حاجة. الناس دي عايزة حقها، ومش طالبين غير القصاص العادل. بس قبل ما نندرج في التفاصيل،
بحب أوجه كلمة شكر للمباحث العامة في ميت غمر ومديرية الأمن داخل ميت غمر، لأنهم أوفوا بالعهد. لما تيجي قضية زي دي، لما القاتل يعمل الجريمة بتاعته وفي أقل من 24 ساعة يكون مقبوض عليه من محافظة تانية غير من مركز تاني غير اللي هو المجني عليهم منه، فدي حاجة لها كل التقدير. ندخل في تفاصيل القضية. أستاذ عماد، زي ما شفت معانا في التقرير، القضية دي تندرج تحت بند إيه؟ هل هي قتل عمد أم تسمى إيه؟ ماذا تسمى؟ قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، ده تشكيل عصابي يا أستاذ مصطفى، تشكيل عصابي قام باستدراج الشخص واستدراجه وتبييت النية لإزهاق روحه من أجل حفنة من الفلوس أو سولت لهم أنفسهم بناء عن يعني مخدرات أو الله أعلم يعني الدافع إيه، كان إيه، كان حفنة من الفلوس، بس ده 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 من المخدرات. دي طبيعي إن أشكال زي ديت أنا مش هقدر أقول عليها غير أشكال، لأن مش هقدر أقول عليه بني آدم. واحد لما ينهي حياة شاب زي ده، ده مش بني آدم، ده حيوان. وأنا آسف إن أنا بقول عليه حيوان، لأن الحيوان برضو ربنا سبحانه وتعالى لما خلقه سوي، مش هقدر إن أنا يعني تشبيه بيه، بس مش هقدر أقول، مش مفيش كلام غير إن أنا أقوله كده، لأنه بسبب مبلغ تافه أو جزء بسيط من الفلوس ينهي حياة واحد واثنين وثلاثة، زي ما شفنا معانا في التقرير طفلين اثنين والثالث ما قدرناش إن إحنا نصور لظروف الأهل والمنظر اللي كانوا فيه. فعلى إيه ده كله؟ ليه؟ والله يا أستاذ مصطفى، يعني بقى في حاجة غريبة في شارعنا المصري، يعني القتل انتشر بكثرة على 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 أسباب وعلى غير أسباب، من أجل أبسط الأشياء، من على أبسط الأشياء بقى إزهاق الروح بقى قدامنا في كل وقت وفي كل ساعة، وشايفينه في شوارعنا المصرية. وده بصراحة يعني يهدد يعني يهدد استقرار ناس محترمين كتير، وناس محترمة عايزة تاكل عيش، عايز يطلع على توك توك وياكل عيش يساعد والده، إنسان محترم، إنسان خلوق يكون مصيره كده، فده عشان ناس قررت إن هي تعمل كده بدون واقع حق. طيب ده زي ما شفنا تشكيل عصابي، هل العقوبة تتجزأ عليهم، ولا هل العقوبة متساوية ما بين الأشخاص وبعضها، ولا كل واحد ليه عقوبه خاصه بيه؟ والله يا استاذ مصطفى، قانون العقوبات جه صريح في في في, في القتل العمد. من تسبب ماده 234 من قانون العقوبات، نص من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار والترصد بالسجن المشدد والمؤقت وتصل الى الاعدام وفق ما راى القاضي ذلك على حسب ظروف القضيه. موضوع القضاء ده احنا ما عندناش شك فيه ولا واحد في المليون انه غير عادل. موضوع القضاء المصري لحاجة يجتمع على الأراء نزاهة القضاء المصري. نزاهة القضاء المصري صريح، جه قانون العقوبات القاضي الجنائي صريح في المنطقة ديت يا أستاذ مصطفى بالقتل عمد بتهمة بالسجن المشدد والمؤقت وتصل إلى الإعدام، واشتراكهم الثلاثة على حسب اشتراك كل شخص فيهم بالمساعدة أو على قدر ما كل شخص قدم في الجريمة ديت من قتل أو ساعد أو حمل السلاح أو شال الجثة أو عمل، فله عقوبته وفق ما رأى القاضي ذلك على حسب ظروف التحقيقات والقضية. ده شيء ما بنختلفش عليه، تمام، لكن احنا من هنا بنضم صوتنا لصوت أهل المجني عليهم وبنطالب بأقصى العقوبة والإعدام. اللي زي ده يعني المفترض، احنا مش هنتدخل في شغل القضاء، لكن احنا بنقول قتل النفس بالنفس بغير حق، ده المفترض ان هو زي ما قتل النفس يقتل، ودي امر اللي نختلف عليه من نزاهة القضاء المصري. ولسه القضية قدامنا كلام فيها كتير وطول ومش هتنتهي الى هذا الحد، بس معانا قضية تانية وتقرير تاني هنشوفه، وبعد ما نشوفه هيكون معايا زميلتي الأستاذة منار، هتكون معايا في الاستوديو، نطلع نشوف التقرير ونرجع تاني. محمد ابني طبعا حوالي الساعة 10:30 ضربوا عليا ناس من الموقف هنا، وقالوا لي مع الأولاد مشكلة في الموقف، إلا الناس دي جايين الموقف، جاي طبعا الراجل وجاب معاه 3 أولاد له، وجاب معاه مرته، وجاب معاه 5 شباب تانيين، ولازم يجي يعتذروا العيال هنا. قلت له افرض عيالي ما غلطوش يعني. فالناس اللي واقفين قالوا يا عم الحاج خلي ابنك يجي ويعتذر له،
قلت انا خايف من جيه ابني هنا، الناس دي جيتهم كده من السهل. راح جاي بس على راس الراجل وبس على راس ابنه، راح الراجل ماسك محمد من دراعه الشمال واحمد ابنه راح ماسكه من دراعه اللي ورا، وقال له صلاح اجت له عشان يبقى عبره للموقف كله. ابني قال يبقى عبره للموقف كله. طبعا محمد ساعه ما ابن الواد خبطه بالسكينه هنا محمد وجع، راحت المره ومحمد واجع، راحت جاي حطاه لمين محمد بموت، وراح ابنها معاه، ابنها اللي بره ما اتمسكش لحد دلوقتي ومش لاقي حد ينقذني يوصل صوتي للناس المسؤوله يجيب ابنهم ده ويجيبوا المره اللي ضربت ابني وهو بموت. راح ماسك سلك ما كان معاه كابل كهرباء كده وراح جاي خبط محمد على دراعه، فمحمد بص له وبص لامه اللي ضربته قلمين، شلت ابنه وطالع بيه على الزجاجين. ابني طبعا تعبان فقد الوعي، فاجى في نص السكه قال يابا في نار بتطلع من ظهري من هنا، في نار يابا بتطلع من ظهري. حطيت ايدي عند فخاده ورفعته، قال لي يابا انا كده ارتحت، حط رجل يابا هنا على كتفك ده، انا قاعد تحت رجلي، قال حط رجل هنا يابا ورجل هنا، شلت رجله وحطيت رجل هنا ورجل هنا، قال انا ارتحت يابا. فرح ناطق الشهاده قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اللهم ارضيت الله رب والاسلام دين وسيدنا محمد نبينا ورسول. فقلت له يا محمد انت بتضحك علي؟ فقال لي يابا يعني بشهد. وقلت له ماشي يا ابو، قال خلي امك تسمع. دكتور طلع كشف عليه في الاسعاف، فقال ارجعوا بيه ابنكم متوفى من حوالي ربع ساعه او نص ساعه. محمد دي مش كان محسسني ان هو ابني، كان ابن واخ وصاحب كل حاجه في الدنيا، هو اللي جوز اخته، هو اللي قال يابا امضي على كل حاجه وانا هسد، كان هو اللي بسد في جهاز اخته. الناس النهارده رفعوا عليا وصلات الامانه، الناس رفعوا عليا وصلات الامانه لما عرفوا محمد اتوفى ولا بسد. انا راجل مريض وقاعد في البيت، وامه سد زي ما انتم شايفين من يوم ما ابنها مات وهي بتموت كل يوم. هو كان سند، هو كان كل حياتي، هو كان عمري، هو كان كل حاجه عينتنا. محمد راح ولا رحت معاه، هو كان وكل عنية الدنيا كلها فيه، كان كل حاجة فيه. أنا عاوزة حق محمد، أنا بطلب عاوزة حق محمد، عاوزة حقه، عاوزة حق أخوي من الناس المجرمة دي، عاوزة حق أخوي. مش كان بيستعمل علي حاجة، كنت بحبه أوي. عدد ده كان دخلنا انا ومحمد ووقفنا على الدور وخلصنا وطالعين، لقيت عربيه خاصه قافله الباكي. يا جماعه من صاحب العربيه، من صاحب العربيه، ما حدش رد عليا. فضلت ولا خمس دقايق لما لقيت صاحب العربيه اللي هو صلاح قاتل، انا موقف العربيه كده ومحدش هيطلع. محمد قال تعافي، قالوا عافي، كان معاه اتنين تلاته فزقوني، فمحمد نزل قال لي خلاص يا هشام رجعني انا ورا. هم زقوا كده وشدوا ند محمد وشدوا كده وحصل شد بينا، وهم اهالينا بقى قالوا روحوا انتوا، روحنا احنا بقى وفؤاد الصلح وهم جيراننا علينا. محمد دخل بس على اسره وبس على صلاح، وهم راحوا ماسكينه ويا صلاح وخبطوا بالمطوه في قلبه. والد هشام وصاحب محمد الله يرحمه، جبنا عيالنا واتصلنا عليهم وتعالى يا هشام انت ومحمد عشان تصلحوا، يجوا قعدوا يصلحوا. وقام هشام يبوس على راس الراجل، وبعد ما باسوا قام ضربوا قلمين. قلت له القلمين دول يرضوك اللي انت ضربت ابني بيهم؟ قال لي لسه، بس هم نيتهم غادروا وغادروا بينا. عشان كده ندعو من القضاء العادي ان ياخذ حق محمد. انه ورجعنا لكم بعد التقرير وزي ما شفنا، بس قبل ما نتكلم في التفاصيل بحب ارحب بزميلتي اللي منوراني في الاستوديو الاستاذه منار. اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا بحضرتك. دلوقتي قبل ما نخش في التفاصيل معانا مداخله تليفونيه من والد المجني علي. الو الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا باشا؟ ازي حضرتك؟ اتفضل. الله يخليك. انا والد محمد.
اتفضل يا باشا، ممكن انت حضرتك تقول لنا التفاصيل او الواقعه بالظبط ايه اللي حصل مع حضرتك او مع المرحوم الله يرحمه؟ يا باشا انا نفسي اقابلكم من زمان ولسه قلنا الدنيا كلها. محمد ده عمره ما عمل مشكله مع حد. محمد ده هو اللي بيجر عليا المهم واخواته. مش بقول لكم كده تمثيل باي حاجه. محمد ده راح بيطلع من مصنع بينزل مصنع. الله يرحمه. الله يرحمه. بيطلع من المصنع بينزل في مصنع ثاني. لما طلع وراح لقى قدام بيتحن قدام بيجاري. ماشي حاج عبد الله، ايه اللي حصل معاه يوم الحادثه؟ ايه اللي حصل معاه بالظبط لما الاهل الجاني اتصلوا على حضرتك عشان تروحوا ان انتوا تصطلحهم في الموقف زي ما سمعنا وزي ما حضراتكم قلتم ان هم اتصلوا عليك عشان تروحوا تصطفوا في الموقف، وسمعنا ان هو بس على راس اللي هو اللي ابو المجني عليه ابو الجاني. سوري. بدايه المشكله كانت الساعه 10. الساعه 10 كانت بدايه المشكله. رحت لهم، رحت ضربوا الناس، ضربوا عليهم الموقف ده، تعالى ولاد الطيوبلات ومحوا المشكله في الموقف. رحت لقيت الناس دكم لاولاد ربكم خدوا بعضهم وروحوا. روحوا، انا روحت عيالي قلت لهم روحوا انتوا خليكم في البيت ما تجيبش، ولا اصالح الناس دي ولا اشوف اللي حصل منكم ولا منهم اصالحهم واشوف اعملوا ايه. فبعدها بساعه في البيت ابو صلاح وصلاح واخوه احمد واخوه محمد يجوا امهم جايه محكم. يعني هم كانوا مبيتين النيه، جايين مش جايين عشان يصطلحهم. اقسم برب العز قعدوا ساعه في البيت، قعدوا ساعه في البيت ويجوني. فقلت لهم بلاش صلح النهارده. يعني انتوا بلاش صلح النهارده، عاوزين اشيلكم البيت عينك وهنشيلكم الحته اللي انتوا عاوزينها اروح لكم فيها. يعني حضرتك ما كانش عندك مانع ان انت تروح وتحلوا الموضوع وتحلوا الخلاف؟ احنا عمرنا ما عملنا مشكله، عمرنا ما خدنا، عمر ما واحد في العيله كلها خد في السجن يوم. لا في الجيش ولا في اي حته. رحت لمحمد، رحنا للراجل، قلت له بلاش صلح النهارده. قال لا احنا عاوزين نصالح قدام الناس النهارده. ففي واحد اسمه عم السيد الحلو في الموقف قال له بلاش مشاكل مع الناس دي، الناس دي غلابة. قال لا احنا لازم نتصلح قدام الناس. قال له انت كده مش نيتك نية صلح. قال له انا الصالح. المهم انا قعدت في حارة بيني وبينهم يطلع خمسة متر. وابني اجا محمد الله يرحمه. وش الله يرحمه. تقريبا الخط فصل، هنعاود الاتصال معاه تاني، هنناقش على ما نتواصل معاه تاني، هنناقش الموضوع مع الاستاذ عماد. زي ما شفت يا استاذ عماد اللي هم استدرجوا كانوا مبيتين ان هي وان هم الموضوع وصل لحد كم كبير جدا من البلطجه. يعني ايه ان هو الناس تروح وتعتذر ويبوسوا على راسه ويفكر ان الموضوع بسيط كده، ان هو يقول لك ايه ده انا هخليه عبره الموقف كله، يقتل بني ادم عشان يخليه عبره الموقف ده كله؟ وضعه ايه في الدنيا وضعه ايه في الحياه عشان ان هو يقرر ينهي حياه بني ادم بسبب البلطجه وعدم الاحترام؟ ده قمه يا استاذ مصطفى، ده قمه اللامبالاه. ده مش قطه يعني اسهاك روح، ده مش فرخه، ده انسان. انسان وهيبقى راجل، هيتجوز، هيبقى عنده اسره، هيبقى له عيله، هيبقى ناس قررت انها تعمل ده. فده قتل العمد، لا يحق في قانون العقوبات الا الاعدام شنقا. الاعدام شنقا يا استاذ مصطفى. واضح وصريح في المنطقه دي. طيب زي ما سمعنا برضه وشفنا ان الاهل كان يعني هو كان معاه الجاني، كان معاه والده، وكان معاه اخوه، ومعاه والدته، يعني كانوا رايحين مجموعه. طيب هل الجاني هو اللي هيعاقب لوحده ام اهله اللي اشتركوا معاه في الجريمه؟ وزي ما شفنا كتفوه، زي ما سمعنا من اهل المجني عليه ان هم مسكوه لابنهم عشان يضربوا، فهل دول هيكون لهم عقوبه برضه؟ نعم. ولا نعم هيكون للجاني فقط؟ نعم نعم، لجميع بالمشاركه او بالتحريض او بالمساعده كلهم ياخذ عقوبته وفقا لقانون الجنايات وقانون العقوبات، اللي وفق ما راى المشرع ذلك، وفق ما راى القاضي اثناء التحقيقات.
من قتل، من ساعد، من مسك المجني عليه للقاتل، من شارك في الجريمة، من شارك في الجريمة على قدر المساعدة، من اصطحبهم من اصطحبهم ووداهم هناك عشان يقتلوا، عشان يقتلوا الله يرحمهم ويحسن اليهم ويبلغهم الجنة ان شاء الله. الله يرحمه يعني الاستاذ محمد كان شاب زي ما شفنا، كان شهيد الشهامة، كان شاف مشاجرة في الموقف فقرر ان هو يخش يتدخل يحمي عن واحد شايفه مستضعف او شايفه ان هو بغير وجه حق. تاني الجاني كان واخد الموضوع بلطجة وعافية ان هو يركن العربية قدام الناس ويمنحهم عن الشغل، فدي قمة في الإجرام. ما هو قمة، ما هو يا أستاذ مصطفى يعني العقوبة هي ترضى تقلل من العقوبات دي ازاي يا أستاذ مصطفى؟ من العقوبة الرادعة، العقوبة الرادعة إذا أقمنا العقوبة الرادعة من الشرطة والقضاء مش هتقل الجريمة، إنما سند سنتين بتاعه ويبقى في الشارع تاني يوم ده ما ينفعش. تاني يوم العقوبة الرادعة، لكم في القصاص حياة، من قتل نفسا بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا. طب ما عقوبة القتل من وجهة نظر حضرتك أستاذ عماد؟ عقوبة القتل، القتل اختلاف أنواعه، قتل عمد، قتل خطأ، قتل للقتل أنواع، القتل أنواع عديدة، عديدة. لكن عقوبة القتل العمد اللي هي القضية زي ما احنا شايفين اللي هي تندرج هي تحت بند تحت بند عقوبة استدراج، يعني أركان الجريمة كلها واضحه ان هو قتل عمد صريح، قيد ووصف النيابه وتكييف النيابه العامه، قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد في قانون العقوبات صريحه في الماده صريحه يا استاذ مصطفى، الماده صريحه في المنطقه ديت بالسجن المشدد والمؤقت وتصل الى الاعدام وفق ما راى القاضي ذلك اثناء تحقيقات النيابه وما ابداه من دفوع وخلافه. تمام. طيب زي ما شفنا كانت وقت الحلقه كان ضيق، هنتكلم من فكره القتل، جريمه القتل والكلام ده كله، الموضوع كان ضيق جدا محتاج كلام كتير، بس لسه قدامنا حلقات ولسه وبنثق تماما في القضاء المصري. الى هنا وصلت نهايه فقرتنا النهارده، وبشكر ضيف اللي منورنا النهارده الاستاذ عماد ابو العيله المحامي بمجلس الاستئناف العالي ومجلس الدوله. الله يخليك. نطلع مستمرين في الحلقه، هنطلع فاصل ونكون معانا زميلتنا الأستاذة أمنية، نطلع تقرير ونرجع تاني. وسهلا اعزائي المشاهدين، مدينه الاسكندريه من داخل اكاديميه اكسفورد والاتحاد العربي. معانا استاذه ايمان، نتعرف بحضرتك. اهلا بيكي، معاكي دكتوره ايمان مديره الاكاديميه ومدير اداره التدريب والتثقيف في اكاديميه اكسفورد محافظه الاسكندريه. تمام. عايز اعرف ايه الكورسات اللي بتقدمها الاكاديميه؟ احنا حاليا عاملين كورسات ودورات كتير جدا جدا في الانجليزي، عشان طبعا اللغه طبعا دلوقتي طالعه في جميع المدارس والتخصصات، اللغه اهم حاجه. عاملين اعداد اخصائيين، عاملين نت تحفيز واعداد مدرب تحفيزي، عاملين في التخاطب، عاملين في كل المجالات. ان شاء الله اللي هيجي عندنا في الاكاديميه هيبقى اخصائي كامل متكامل، اخصائي بيوقف بيشرح او واقف بيتكلم عن درايه كافيه، لانه اخصائي متدرب صح. احب اشكر حضرتك النهارده استاذه ايمان، دكتوره ايمان مديره الاكاديميه، واحب اشكركم من داخل مدينه الاسكندريه من اكاديميه اكسفورد. النهارده من اكاديميه اكسفورد معانا مصمم الازياء محمد السكندري، اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. تقدر تقول لنا ايه هي الالوانات في الموضه السنه دي؟ بتتغير من سنه لسنه الموضه، يعني نزل البيبي لون اللبني ونزل طبعا الاسود ده على طول، في عندك الذهبي والفضي ثابتين، الالوان بتتغير بين فتره وفتره حسب الجو، يعني تلاقي في الصيف مايلين لالوان معينه، في الشتاء تلاقي مايلين لالوان تانية، غوامق، فاهماني؟ فبتبقى بين هنا وبين هنا، يعني كان كسر الدنيا معانا وكان اغلب صاحب عليه كان
ورجعنا لكم بعد التقرير. وقبل ما نخش في التفاصيل برحب بزميلتي المنوراني الاستاذه امنيه ابو طالب. اهلا بيكي يا استاذ مصطفى. واهلا بيكي يا استاذه منار، وميرسي على المقدمه الجميله دي يا استاذ مصطفى. نورتي يا استاذه امنيه. دلوقتي هنتكلم عن جزء ايجابي جدا ومهم جدا، وهي اكاديميه اكسفورد. اكاديميه اكسفورد في ظل الظروف اللي البلد فيها من فيروس كورونا واتبعت جميع القواعد وجميع الخطوات الاحترازيه للوقايه من فيروس كورونا. هنخش في تفاصيل كل الحاجات اللي الاكاديميه اخذتها، بس قبل ما نخش في التفاصيل هناخد مداخله من الدكتور عم سراج مدير الاكاديميه. الو دكتور عم. مساء الخير يا استاذ مصطفى. مساء الخير يا باشا، اتفضل. في بداية قبل ما حضرتك تتكلم بس أحب أشكر حضرتك، وأحب يعني ملخص الكلام بس كلمة بسيطة على اللي أنا شفته بعناية لما روحت الأكاديمية. يعني كل اللي أقدر أقوله ألخص الكلام ده كله في إن هي حاجة ممتازة جدا وحاجة مشرفة، وأتمنى إن أنا أشوفها في أكتر من مكان. اتفضل دكتور عمرو. طبعا بحيي حضرتك يا أستاذ مصطفى، وبحيي الأستاذة منال وضيفتك العليا الأستاذة منى أبو طالب، والمخرج المميز للحلقه المميزه النهارده بجد المخرج اكرم دره. وطبعا اتشرفنا جدا بيكم وحضوركم معانا طبعا في اسكندريه، كنت طبعا منور في المكان، وده طبعا مكانكم اكيد دايما يا استاذ. تمام. دكتور عمرو، ممكن حضرتك تقول لنا ايه التطورات او ايه اخر حاجه وصلت لها الاكاديميه؟ اخر حاجه وصلت لها الاكاديميه احنا ممكن بس المكان اللي فيه حضرتك الشبكة بس عشان الصوت. تمام كده يا استاذ مصطفى. تمام يا باشا، اتفضل. ان شاء الله يا فندم احنا اخذنا على عاتقنا برنامج قائد محترف، تدريب قائد محترف. ده البرنامج ده يؤهل الشاب من لإلى. اخذنا على عاتق شعار تحت شعار التدريب من اجل التشغيل. تمام. طبعا ان احنا اخذنا البرنامج بيشمل التنميه البشريه، الصحه النفسيه، التنميه الذاتيه، تعديل السلوك، علوم القياده، اداره الاعمال، الموارد البشريه، الكمبيوتر، اللغات، اداره الاعمال، اعداد القاده. طبعا هدف البرنامج الاساسي هو تطوير الثقافه العلميه والادبيه التي يحتاج لها سوق العمل في الداخل والخارج. عايزين نطلع كوادر فعلا مؤهله لسوق العمل. احنا النهارده بنشوف شباب كتير عايزه تشتغل بيجي لها فرص، للاسف بتفشل فيها بسبب انها غير مؤهله. كان شعار اكاديميه اكسفورد عندنا ان احنا اخذنا اعداد برنامج قائد محترف، الشعار الرسمي لينا التاهيل من اجل التشغيل. يعني لازم اهلك عشان حاجه ممتازه جدا ومميزه جدا دكتور عمرو، تكسب نفسك بالشغل كويس. تطورات كتير وحاجات كتير شفناها، وبرضو الأستاذة أمنية شافت معانا الأكاديمية وشافت بعض التطورات وعندها بعض الأسئلة لحضرتك. طب احنا عايزين نعرف يا دكتور عمرو دلوقتي ايه أهم التخصصات الموجودة حاليا في الأكاديمية؟ التخصصات، في تخصصات في مجال التدريب المدربين، في أعداد القيادة، في معرض التواصل الفعال، في التفكير الإبداعي، في طبعا محاضرات الصحه النفسيه، العلاج السلوكي، التخاطب، التعديل السلوكي، السواد الانفعالي، الارشاد الاسري والتربوي، التخطيط الاستراتيجي، التدريب للسواد الانفعالي. طبعا عندنا كورسات في الصحافه والاعلام، عندنا كورسات في العلاقات العامه، في حلول الكوارث والازمات، فن الاتيكيت. يعني في حضرتك اكتر من مجال، زي ما انا قلت لحضرتك احنا كل ده شغالينه حاليا تحت برنامج القائد المحترف، وعندنا برضه برنامج علوم الكمبيوتر. تمام دكتور عمرو، ايه هو مشروع القائد المحترف؟ مشروع القائد المحترف ده حضرتك ده برنامج يؤهل الطالب او المتدرب ان ازاي يكون قادر ان يكون في اي مكان، فعلا قادر يكون عنده نوعا ما من الخبره اللي تاهله ان هو فعلا يجوز ان هو يعمل في المجال ده. يعني حضرتك النهارده، عشان انا شايف حضرتك النهارده على الشاشه بتستضيف الضيوف مع حضرتك انت والاستاذ مصطفى والاستاذ موني، اكيد حضرتك طبعا وصلت لمرحله اعداد وتدريب، ما وصلتيش للمرحله دي من فراغ. فده كان عاطفه الاكاديميه، علشان كده قلت لحضرتك التدريب
من اجل التشغيل والتدريب والتاهيل من اجل التشغيل. ده طب يا دكتور عمرو قائد محترف. طيب احنا عايزين طيب برضو نعرف ايه اهم المؤتمرات اللي حضرتك بتعتبرها علامة مميزة في تاريخ الاكاديمية؟ الاكاديمية قامت باربع مؤتمرات دولية. تمام. اولها كان مؤتمر اكسفورد الدولي الاول في دار المشاة. تمام. افاق عربية. وكان تاني ليها مؤتمر الاستثمار السياحي والعقار بمدينة شرم الشيخ. يليها المؤتمر بمكتبة مصر العامة. يليها اخر مؤتمر افاق عربية افريقية. حسب الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة ده كان في شهر 10. طيب دكتور عمرو من وجهة نظر حضرتك ايه اكتر مؤتمر انت شايف ان هو يعني كان مميز جدا عن باقي المؤتمرات؟ هي كل المؤتمرات مميزة جدا واكاديمية اكسفورد مش محتاجة كلام، كانت بالفعل مميزة جدا، بس ايه يعني حضرتك طبيعي ان انت شايف العمل ادق واحد، انت شايف الموضوع تحت ايدك، فايه بالنسبة لك الحاجة اللي كانت قريبة ليك او الحاجة اللي انت كنت حبيتها او اللي انت شفت انك ابدعت فيها؟ والله لو احنا هنتكلم في الابداع فاحنا كل مؤتمراتنا وفريق عمل الاكاديميه بيعتبر كل المؤتمرات عندنا هي اكيد، بس اكيد في حاجه قريبه لقلبك زي ما بيقولوا كده. والله تقدر تقول كلهم قريبين من قلبي، يمكن اكتر لا احنا بصراحه قريب من قلبي قوي كان اول مؤتمر، طبعا ده كان لينا اول مؤتمر كان 15/2/2019. ده كان يعتبر اول مؤتمر لحضرتك؟ طبعا ده كان اول مؤتمر، كان طبعا برضه بالشراكه الرسميه للجمعيه السعوديه وللمجلس الاعلى للجاليه السودانيه، دول شركات النجاح دايما معانا في كل مؤتمراتنا، فطبعا ده يعتبر كان اكثر مؤتمر انا فعلا قريب مني. المؤتمر ده له مميزات كثيره جدا ابسط ما فيها. اول ما قلنا ان احنا حابين نستثمر راس المال البشري في التدريب، وطبعا بعد كده بفضل الله علينا كانت الدوله اخذتها مبادره رسميه. طب دكتور عمرو ايه اتفضلي. تمام دكتور عمرو، ايه الخبره اللي الطلاب بيكتسبوها من الاكاديمي؟ التدريب والتاهيل يا فندم بيتاهل قبل ما يحصل على شهاده تدريب او اي شهاده من عندنا، بيدخل اختبارات لو فعلا اجتازها بيحصل على الشهاده. طب ايه نوعيه الاختبارات دكتور عمرو؟ حاضر، ما كل كورس يا فندم على حسب الاختبار بتاعه. تمام. يعني لو هنتكلم في اللغات، اللغات لها مستويات، قبل ما تحصل على الشهاده لازم تدخل اختبار. علوم الكمبيوتر بتدخل امتحان. تمام. القياده نفس الكلام، الصحه النفسيه، الارشاد الاسري، الصحافه. طب يا دكتور عمرو زي ما شفنا النجاح الباهر اللي حققه ملتقى اكسفورد الدولي الرابع رغم الصعوبات اللي حضرتك واجهتها وكانت متواجده في الدوله وفي الفتره الحاليه. الصعوبات يا فندم، الصعوبات ما كانتش بتواجهني انا يا فندم. الموضوع كان يقدر نقول ان احنا ما كانش في حاجه اسمها صعوبات، كان في حاجه اسمها اجراءات احترازيه الدول كلها بتمر بيها بسبب ازمه كورونا. تمام. فحضرتك احنا النهارده ده كان تحدي ان انت تطلع بملتقى دولي وتقدر تطبق الشروط الواجب تطابقها، وان احنا نخرج بمحاور ونخرج باهداف للمؤتمر تكون ليها صدى ناجح، وده اللي احنا كان اهم هدف عندنا، انما ما كانش في اي مشاكل بفضل الله، لان الحمد لله مؤتمراتنا بتكون واخده الطابع. طيب ممكن حضرتك تكلمنا عن شعورك وتكلمنا عن مجهود فريق العمل مع حضرتك؟ اكيد يا فندم، فريق العمل كله من اصغر شخص لاكبر شخص كله له التحيه والتقدير، لاننا كلنا فريق واحد، شخص واحد، فكلنا نجحنا بيكون فرحة خاصة بينا، وبتكون بعد نجاح المؤتمر بيكون فعلا بنبدأ نبص للي احنا هنعمل المؤتمر اللي بعديه او ايه الهدف الخطوة اللي بعدها. طيب دكتور عمرو، في نقطة حابب ان انا دي حاجة شخصية ان انا حابب اسألها، هل بعد كل مؤتمر بيكون في مثلا حاجة زي مثلا اجتماع عمل ان انتوا بتشوفوا ايه لو بعض السلبيات اللي هي البسيطة او بعض او تشوف الايجابيات اللي هي بتبقى اكيد موجوده بكثره في قلب المؤتمر؟ لان انا سمعت من حضرتك دلوقتي ان انت بتقول انتوا فريق عمل كل واحد وكلكم شخص واحد وفريق متكامل، فاكيد بتبقى في ثغرات بسيطه، لكن بعد اللي انا شفته انا قعدت ادور بصراحه على ان الاقي ثغره لحضرتك عشان ان انا امسكها على حضرتك، بس للاسف ما لقيتش خالص. اولا انت طبعا يعني عشان تلاقي ثغره، مش هتلاقي ثغره لما بتلاقي في فريق خليه نحن شغاله، اكيد لما بنبقى كلنا ايد واحده وكله فريق واحد تحت اداره عليا بتدير كيان بمسمى اكاديميه اكسفورد،
فاكيد لازم ان انت مش هتوصل لثغره مهدده، لان الحمد لله النجاح ده حاجه اتعودنا عليها، ما بقناش بديل غير ان احنا ننجح. ما فيش عندنا حاجه اسمها مستحيل، ما فيش حاجه عندنا حاجه اسمها فشل. اكيد ده حاجه الواحد فعلا مبسوط منها بجد. واكيد اي اخطاء لازم بنعرف ازاي نستثمرها في ان احنا نستثمرها للايجابي، للايجابيات، ان هي لو سلبيه بسيطه ان احنا نحاول نستنفع منها ونخليها نحولها لايجابيه بعد كده، وبنستخدمها وقود لشعلة الحماس اللي احنا ازاي ننجح. دايما احنا دايما عندنا شعار يا استاذ مصطفى، بنقول ايه الشعار بتاعنا؟ نحن لا نريد اعتلاء القمه حتى نبدع اكثر. تمام، الله ينور على حضرتك. احنا عندنا الابداع والتميز، ده رساله وشرف لنا ان احنا دايما نعمل من خلاله. وفعلا ده عشان كده برضو ده دكتور عمرو عايز اقول لحضرتك عليها. من ضمن حضرتك احنا في دبلومه اللي انتم مشاركين معنا طبعا فيها. تمام حضرتك، احنا شعار الدبلومه يا فندم رساله الاعلام تبصير وتنوير. تمام، طيب ممكن حضرتك برضو تقول لنا بالإضافة إلى الدبلومة اللي هو الإعلام، إيه الشهادات اللي المتدرب بيحصل عليها من داخل الأكاديمية؟ حضرتك في أكتر من برنامج يا أستاذ مصطفى، قلت يعني زي ما أنا قلت لحضرتك أنت عندك برامج الدورات والكورسات والدبلومات، كل ده متاح ومتوفر. بس طبعا كل حاجه لازم ان انت عشان تحصل على برنامج محدد لازم تكون في مؤهلات معينه وفي مواصفات معينه وفي اشتراطات معينه لازم تكون محققها فيك، لان الشهادات مش متاحه لاي شخص. طب دكتور عمرو، متاحه للاشخاص المحدده اللي فعلا تجوز عليها الاشتراطات اللي الخاصه بالاكاديميه. تمام دكتور عمرو، طب كلمنا شويه عن الاعتمادات اللي حصلوا عليها اكاديميه اكسفورد. حضرتك الاكاديميه حصلت على اعتمادات، طبعا الاعتماد الرئيسي من وزاره الاستثمار والتعاون الدولي، ترخيص وزاره الاستثمار. ممتاز جدا. حضرتك الاكاديميه معتمده من الاتحاد العربي للعلوم الدراسيه واستشارات التنميه المستدامه. الاكاديميه معتمده من الاتحاد العالمي للتقنيات التنميه البشريه والتطوير الذاتي. تمام. بينها شراكات نجاح بين معظم دول العربيه ودول العالم الافريقيه. في اوروبا لينا شراكات نجاح، لينا بروتوكولات تعاون مع اكثر من جهه رسميه حكوميه في معظم الدول دي يا فندم. طب شفنا يا دكتور عمرو ان المتدربين اللي عند حضرتك في الاكاديميه معتمدين دوليا ومحليا، هل معتمدين دوليا ومحليا بس ولا معتمدين من جامعات حكوميه؟ طيب حضرتك هقول لحضرتك حاجه، لا المدرب حضرتك اللي انت المدرب اللي انت هو دكتور عمرو، اعتذر عن قطع حضرتك بس هو الوقت يعني احنا بقى الوقت ضيق جدا، فهنحتاج رد لحضرتك على السؤال ده في ملخص للاجابه عليه عشان وقت الحلقه. اتفضل حضرتك. الاجابه في جملتين يا استاذ مصطفى، المدرب اللي بيدخل معانا ضمن فريق الاكاديميه حضرتك لازم يكون مدرب مؤهل علميا ثقافيا تأهيل جيد جدا 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 جدا، لان اهم من كل ده ان هو يكون عنده الامكانيه لان هو يكون فعلا مدرب. وبنشكر الدكتور عمرو سراج رئيس مجلس اداره اكاديميه اكسفورد، وكنا بنتمنى ان حضرتك تكون موجود معانا في الحلقه، بس ان شاء الله فرص اكتر. وقبل ما اختم حلقتي بحب اشكر زمايلي اللي منوريني في الاستوديو، الاستاذه امنيه، ميرسي جدا يا استاذ مصطفى، والاستاذه منور جدا يا استاذ مصطفى. والى هنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، واستنونا في قضايا كتير مع برنامج قضايا واحداث.